الزرف اللوان عسلامة نوانر الطاوس، مرحبا بكم عند الطاوس. اليوم نديرو المفرش هذا ان شاء الله يعجبكم. داكي نصا نخدم الكوفردية كي ان شاء الله دويناكم يعجبن. وتتوما راه تابوني اتخمم جام اتفرق من لي فيديو في الحباب نوان. هنا رحت المحل شريت الصوف اذن داكي فاضو تاكين ايدوغ تزورات تنخدم سكروشي ديميرو 6. هنا شريت الخيط الخيط الصوف نديرو بالكروشي رقم 6. هذا الصوف خشي او ثورة بقيمة متواليم أمك أدنفذو أكوفر لي كي دركا نبداو كيف نديرو هذا المفرش. نديرو عقدة صغيرة ومن بعد نبداو بسم الله نديرو السلسلة لي كنخدم في كرسي ومن بعد نخدم اون شينات دو أمتر 20 متر 40 80 سنتيمتر كل يوم شحال يقبض يخدم. هنا ندير سلسله من 40 سنتيمتر الى متر وعشرون كل واحد كيف حب يدير هذا المفرش عريض او قصير او طويل كيف حب. انا درت القياس متر وعشرون يعني كي نخدم القياس متر 20 كل واحد خدمه ما شحال تبغام حس قسمه مطرح نوان توالي ما مك تبغام ما تخدمي يمكن تخدمه سطول كان شغل تخدمه الشفاحه ومطرح. هنا درتها ب 100 متر و20 نديرها فوق فوق السرير لي نديرها مفرش على السرير كديكور للسرير وزدت لها المخدة وذاكي غرمي تخدمها وذاكي غتخدم شغل الزوقة الزوقة ضم طرحي ما تسلسل سفلى ومن بعد تقيمي تفاضط خدمها سيوك سمثة خاطر غود 10 ومن بعد يخصي ومن بعد من درني غرني 12 ابغي تقيمي ديو ثني وزمي غير تسرى خاطر بدي غير تسلس ضخمة تسلس سمثة. ذاكي نخدمي شينات بأمتر 20 ومن بعد خديت ثلاثة تاع لي شينات ومن بعد بديت لي بغيد يعني بديت الأعمدة. السلسلة الأولى تحسب بعمود ومن بعد نعمرو كاع السلسلة هذه بالأعمدة ومن بعد بسميس لا شينات ني غتنعمر ياك سلي بريد اشو كان ما نخدم الحساب ما نخدم الحساب نخدم الحساب من 4 يعني نخدم ميتيبلي باغ 4 4 4 4 4 حما نصوض امتر 20. هنا كي نديرو هذيك السلسلة نديرو الحساب تاعنا بكل سلسلة ندير لها 4 يعني 4 أعمدة داك يجينا الحساب سوا سوا. داك كي غنخدمها يوك لي بريدني حما ظلافان هنا ندير كاع الأعمدة حتى الأخير. ها درنا كاع الأعمدة راني وصلت لبو وصلت الأخير. هنا عندنا زوج خيوط على الكروشي وندخل الكروشي داخل هذيك الشينات أو داخل السلسلة هذيك نجبد الخيط وهنا عندي ثلاثة تاع خيوط نخرج زوج يبقاو لي زوج ونخرج الخيط ونخرج هذوك الخيط وتبقى لي تولي عمود. وهنا درت ثلاثة سلاسل ومن بعد تعتبر عمود ذاكي ثلاثة لي شينات ني مسؤوليتين الصغار لابغيد ندورد ثورة نكمل لي بغي داكي حما غني نكثافيد نخدم ثلاثة إيزورون نا ثلاثة ليغون. هنا نكمل نعمر بالأعمدة كل عمود فوقه عمود
ندير ثلاثة طبقات، واحد زوج ندير ثلاثة طبقات، نخدم ثلاثة ليغون ثلاثة نتصدارين. لي بغيت تسلم سنتكم فيها تخدمت سهديت هذا نسعسين الخيوط ومن بعد نشم كروشي اذا خدت طوطوش اثنين غادي نجبد بوستاتا ومن بعد نوفوس اربعة نصفر سنات نصفر سنات دقيمات بعد نجبد الخيط دقيم يوتينا يو مقارن لا بغيت شحال يبعد انه انت تخدمها ذكي تكمل الخدمه ومن بعد ثاني من بعد نبداو نصلاق السلاق السواليب ذكي غفان نكمل لي بغيت ندير دوزيام رون هنا تروازيام رون هنا سمحوا لي هنا راني درت الأعمدة زوج وبعد ندير ثلاثة فوالا درت ثلاثة أعمدة دركا ندير ثلاثة سلاسل إذا كان كون ثلاثة ليشينات هنا ثلاثة سلسلات عاد ندور الخدمة النار هنا ندور الخدمة ومن بعد ندير عمود يعني هنا زوج الأعمدة ومن بعد الثالث كل طروازيام هذا ومن بعد نخدم انشينات انجيوث هذا نخدم ثلاثة اللي بغيت هنا درت ثلاثة أعمدة وندير سلسلة ونخلي عمود ومن بعد نروح العمود الثاني والثالث والرابع هنا بك نتحصل على ثلاثة أعمدة تفرقهم مع سلسلة يعني نخدم ثلاثة ليبريد عم تفرق انشينات يعني قرنات لو بوان غارني صاف الله مزري عم تسقاني لو بوان غارني ما نعرفش كيف يقولوا هذه الغرزة الغرزة بالفرنسية يقولوا لها غرزة غارني بالعربية ما نعرفش كيف يقولوا لها الغرزة هذه فوالا هنا هذه الغرزة نديرها أربع مرات يعني أربع مرات اللي ندير هذه الغرزة فكي لو بوان غارنيه كي نخدم ثلاث أربع لي غون نروح هذه النغال نروح هذه النغال نروح هذه النغال أربع تيكال عفاف ولا ما نكمل الدراسة عفاف الفلاس تكميلة عفاف الفلاس عفاف تكميلة عفاف عفاف سعدتي شغل الوقت عفاف تتكميل سعدتي شغل الوقت عفاف غير تفكى زديد تتكمل شطحت خايبة تفكها تزيد شطحت تفكها غادي نزيدو غادي ندورها اسمه الحب فوالا هنا نديرو بوان دو بونبون يعني ندير هنا ندير ثمانية سلاسل نخدم ثمانية
لي ماي وبعد نخدم لو بوين دو بومبون يعني بوين دو بوف كل يوم نمشي في السوال ومن بعد نطف نخدم 8 ومن بعد نج 3 نوحو لا 3 ماي ني نخدم كا يسميس 4 لي بريد داخل لا ماي ني مين سنخدم اثنخدم اثن نصوف على تيكت باك دي فا بوين دو بوف ني ني بوين دو بومبون باك دي فا بوين دو بومبون الا كنخدم سيني فردان باك نخدم اون دوبل داك نخدم بوين ني ومن بعد نسدي يعني 3 ومن بعد انا نتشارس 4 ندير 4 اميدا ومن بعد نحكمهم على خطره ندير منزلقه فوالا بعد ندير منزلقه لكن دوبلي البومبوني نير بوان دو بوفني وراس نخدم لا ماي سيري باك دي فورمي ذا بومبون عفان تولي مي فورمي ذا بومبون فوالا وراس نخدم 8 مي لي شينات امكيد نبدا 8 نكمل 8 هنا درنا 8 سلسله ونخلي 4 اعمده ثم ندير منزلقه داك نحسب 4 لي بغي دامج ومن بعد نخدم لا ماي سيري ترا نعاود اتوالي امكيد يتد نخدم اكيك من حماد لو بو لي دو كوتي وما نخدم لي بومبون ياكي ومن بعد دواليم امك تخدمها ومن بعد تواليم امك اديفا هنا نعاود لكم كيف نديرو البومبون هذا وبقاو معايا ان شاء الله تفهموا كيف نديرو ومن بعد تشوفوا في الاخر كيف نتحصل على هذا المفرش بلي بومبون من اثنين جهات تتولي بوني بومبون يفرد شكيت ولا ممكن دي فاش تو كيف خرج هذا البوان بومبون جا شباب نديروه من الاطراف تاع المفرش ان شاء الله يعجبكم دوكا نخليكم تشوفوا كيف يخرج هذا المفرش تتولي امي كي دي فور كوفر لي كي سيلي كوتيس لي بومبون ياكي ان شاء الله كون يعجب لي ملي لي تيدو ناس نيضا ان شاء الله وتتوما راه تابوني فرق من الفيديو كل حباب نون خمم على اللايك ما تبخلوليش باللايك ومع السلامه الى الفرصه القادمه باذن الله.